تعرف له؟ يا ذبحنا الجوع. أنا في هنا مطبق، بس مطبق ذا ما بزين. أنا مقطع لوسي. قيمات ما فيه؟ لا والله ما فيه، كشري ومش اسمه ذا. ها؟ لوسي؟ لا كشري. بارد تراه. قيمات، إي قيمات. بارد طيب. أنا بوصل بارد. لا في بطنك. لوسي. ها؟ ها لوسي. لوسي. هلا بطش ورش. والبيض مفقش. هلا بطش ورش. والبيض مفقش. عاد الخابر انه سويدين اللي في سكريبت 1 بزوجها لوسي. والله بسوي عرس. عرس سويدين ولوسي. امسكي. لوسي يا لوسي، لوسي يا لوسي. اديني مقام بسورة كلنا على هم سرى وانا على همي سريت. كلنا على هم سرى وانا على همي سريت يا لوسي. يا زقن الزقنا، يا زقن الزقنا صدق. يا زقن الزقنا، يا زقن الزقنا. اكلي جعل ما ياكل غيرت. اكلي والله جعل ما ياكل غيرت. جعل والله ما ياكل غيرت يا كحنانة. ثلاث ايام ما اكلتك. وزقنك زقنا. يا زقنة زقنا، ويا زقنة زقنا. لوسي يا زقنة زقنا، لوسي يا زقنة. تعالي لا تكفين. اكلن اكلن اكلن. جعل والله بالعافية. انتي وبنتك. لوسي تدري انها قبست في البرايم. قبست في البرايم. عندنا قبست. وانا صار الحليل ما. بس اهم شيء انتي تاكلين بس. تعرفين مقولة كلنا على همه سر ولا على همي سريت؟ اكلي اكلي. بنت تمسكي توتي. يا عيال شو اسمه ودينا؟ لوسي ريان. جت. ليه ما ودك تنام؟ لوسي يا لوسي. لوسي يا ما ابي ابعص عليك، بس ترى بكره يمكن يرجع واحد منكم مشوارك لحصان. لحصان. لا تفرح. كلنا نفرح. هذا اللي ذكر مدرس بالوادي. ريان عشان ما تصدم بكره والله كلنا ما نصدم. يا رجال انا حياتي كلها صدمات، اول صدمه اني اجتمعت معكم بغرفه واحده. يبقى تعال. انا بكره يجيبونها من المتحيز. قصدك. لا تلوح للمسافر. لوسي اكلي هنا وخليك جالسه. هذه ردت فعل. خليك جالسه. القمر زين عادل. اي حلوه. شوفي بغرض. تدري متى تشوف سلطان؟ اسمه نوف منصور برايم. اذا حجت البقره عقرونها. لا ترى ما طلعت برايم ريال. الا اول برايم. اول برايم بس انه هذول ما طلعوا مره. مره ما قطعت برا. هذا قال بكره يا احد ياخذها ياخذ الحصان وتم ترجع عندي. هذا وشو؟ معصوب. طيب لوس تاكل القيمات. تاكل القيمات. ما اللي معنك من مشوارك؟ تاكل قيمات. امسكي. سطوه. طال اسمه عقاب. يا كرة وين بلعبها؟ خالد الروقي. من هو بعد؟ من معلم؟ لا ما خشمان عقاب مري. بعد. ريان. ريان لك مشوار. هو قدامك ناسيه. ما هو متعود. يا اخي شعورك من مشوارك كانك متزوج اربع حري. شعورك شعورك زين ليه؟ انك رحت وتساي. والله ما جربت انا ما اخذت واحده عشان اخذ اربع. شوف كانك ما اخذ اربع يا طويل العمر. اسمع كانك ما اخذ اربع وفسقا معك فلوس واجده. ريان حط رجله في نار ثم راح. بعلمك كانك حاضر. ها؟ صفرت ايش؟ اي شغاله الزبده قبسها في بشرك. مشوارك وشو؟ كانك كاشت سياهل لوسي وعليكم مطرش ودرجه حراره 13 وشابين الضوء وقدامك هرف يطلي. لا لا روح جمع لوسي. تكفى يا خالد يا راعي البل. ها ملاعق ما تكفى. انا راح اجيب لها معصره الحين. حي عينك وجيب لي معها. انا بعد جيب لي كلنا حيوانات. جيب لنا حيوانات. لا يعني هو اصلا كلكم لوسي. حلو اجي تقول كانك في الصياهل. لا والله والله كانك تدري وش تو ابشر يا رجل ولد. كان احد محول لك حواله وارده محليه داخليه. محليه ولا داخليه؟ 850 الف.
قيمة جيب لكزس أسود. أوي تكفى. بقراطيس. 150,000. شو تسوي بهالريال؟ جيب لكزس أسود آخر موديل وكفرات بولي. خل مني السيارات. صنع لي بيه. وتروح طول عمر على الصياهد مع مطر هذا يغبر الجيب. شوي للدعم وراحت وجهته. الله يلا طفرة ما معك شيء شو تسوي؟ لا فكر. الله يسد نفسه العدو. أنا بدي ألقاهم لا ألقاهم. آه. يلا يلا ذية ذية. بكره مباراه ريال مدريد وبرشلونة. عباس تعال ثنائيتي. بوي. لو 150,000 جاتك الان حوالي ايش تسوي؟ اول حاجه بشتري لكم عقوق. احاول اعالجكم صحيح. انقل. رفع مقالي خلاص ما اكتبه هنا. لا بعالجكم يا اخي الخوي يعني ملزوم عليكم. طيب علاج 100,000 تعالجنا؟ باقي لك 50,000. لا والله ما عالجكم دعوكم تمرضوا. صح. هذا بدي ادفع 100,000. طيب ايش تسوي بها؟ أنا قبل خلت من أنا قبل شيء جاتني مغزى بقلبي وأنا في الستيج. إيش منه؟ المحاكاة. لا شفت هذه تجيك زي الطعنات يا أخي تقهر. عمرها جاتك؟ ها؟ إيه. والله صحيح. والله العظيم. طبيعية. بدك تتنفس ما في. طبيعية. لا وإذا تنفست تحس بالطعنة تزيد. في تحدك ما يطري. اليوم. طاش. أوه خالد عبيد واتسايد. الدنيا كلها. يقول نامت ال لا انت وين حاطه؟ كان هنا كنت جالس هنا وقت ال يقول نامت جتك يا حاتم جتك لوسي خلا 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 جيب لنا اسمع ايش يقول الشاعر يقول نامت عيون العباد وليها ما تنام عيني وهني اللي معاه رايح اخذ الحصانه ورد بالعقب ترى الثقة زايدة دائما تدفع الرايح كيف العمل لا مشاهدته ولا زايدة تقول عيني على لا ماهم خلوني أحب خشمة خلوني أحب خشمة والماس كفوفة لو كان أشوف من الجمعة أهل خبرت حد يجعل العافية على يجعل العافية حد يبكي خبرت حد مسيون ما يبغي اشد نظم يونه أروح المكان الخابر دخل خل خل خلصت كله لا لا باقي واجد أسوق القدم صباه وهي ما لها حاجة ما شاء الله 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 يكتب أحبه ولا أبغى بحبه على شيء يسوي أبروشها أنا أدخل عندكم في الدورة مياه عندكم هناك أبروشها فكر العام عم حسيات والله أي والله عيفة أنا دول ما يدنونها هو براقدي طال اسمي أخصمك لا أسيبك إيه كيف شعورك وانت رجعت من الأوتسايد تحطم صح شوي تحطم صح أتوقع أني أوتسايد يعني يلقاك يعني يلقاك بس كذا حسيت خطرك صح قصد واقول انك تيرن تيرن غبي وما تفهمش تيرن زعلوني يا قوض ما فيها قواه يجي زعلوني وخلوني هناك تاتا بزود السلمة عن صدى صوت خلصت الماء كله خالد يا أخي أنا نفسي أنك تهتم فيني اهتمامك للقطط يا دحليلة ذي حيلة وأنا وحش حتى أنا يحلي أنت تخدم نفسك كيما عندها يدين واللي تمشي عليها وش ما تقدر تجيب ماء من الثلاجة أنت تقدر تجيب ماء من الثلاجة ما تقدر تجيب ماء ما تشرب ماء بارد بس ما عندها ما هنا انت بتصب لها حليب تم غصبتنا ليش ما حليب كذا ما تتهون ترى ما صدق والله اي والله يا تعال اشربي حسب الكلام اللي يقوله يلا تعال بتفهمك لا تكثر لها سكر ليش تجيها سكر ها فرط حركه والله عافية تقول لي عفتي تكفى تكفى تخوف فلوس تكفى تكفى فرط حركه شوف شوف فرط حركه ولا عفتي تعال ولا عفتي لا انا ايش عندك رايق يا فيحاء؟ ايش عندك رايق؟ لكن انا رجل ببرد شعور ما يبرد غيرك كودي جيش مايكك اقعد كلامك مايكك
ما له دخل يدخل. يقعد عنده شيء هو. ها. لوسي يا لوسي. شغال والله انه شغال. ابو الشركة هو. يا عيال وش جاء من تصاريح وش جاء من الدنيا؟ يا خلاص تصرح صرخ صرخ وقلبك. الحين نبي هدوء. بالله ملي وش قال وش قال؟ صرخ وتشوفها بعدين. لا لا تكفى خليني اخذ خليك خليك لو مره نقر العيون خرشها تخرشها ماني بيفرق تكفى تكفى وديها تعال هنا انت اذا التمثيحها ايش قالوا بالله حطها تحت 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 تدري وش قالوا؟ إيه. الصد إيه. لا 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 بس هذا اللي قال بس ما تسمع شيء امسكي امسكي تقول بينهم هدبه تقول بينهم رقبه امسكي هو بالخير حصان ما جاء كلام قوي انا يا ابوي لا تسالني انا عنهم انا اكمل مشوارك انا اكمل انت اكمل مشوارك ما تشغل حاطم جاي دور لهم دور لهم او با 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 حاتم يقول بهدم عبد العزيز با 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 ممكن طلب لبى قلبك يا ربي اتمنى انها خلاص توقف هالسالفه لا بس باخذ والله يهدو رب البيت انت قلت الكلام هذا نعم او با 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 قبست قبست من لا يعرف معنى قبست انها قبست ايها السادة المشاهدين وش قال وش قال عبد العزيز وش قال عبد العزيز ايش قال ولد هذا تدرون منو اللي يجيك اخر مره عصا وينهم بعد ما تفرق وراح بيوتهم اوب 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 عبد العزيز قال لك كذا وانا قلت كذا اوب 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 اكبست وانا على الرايق نسخة ولا المسرح يمكن اشطفكم بالثانية النسخة دي حقت ولا فتيلة بس كذا بشطفهم كذا الله يلعن شو شو تشطيح 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 يا ابوي انا ما عندي قوة تشطيح كذا يجيني عادة يطلع سلام وانت من جنبي شو حان شفت لو الطاقة اللي فيك وحركات في الوالد لو انها كانت فيني قسم بايات الله يمديني من احد تجار المملكه يجي في ذمتي اقبست ها اقبست تحرك واجد اقب يعني والله ودي ودي تدري من اللي ودي معنا عشان يكتمل التيم عادل المطيري اشهد بالله انها بتولع من غير قصور في خوياي اشهد انها بتقبس بتقبس عادي عادي هذا 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 بداح قال له انت جماهيري واشغل معي على باله اسمع اسمع ولد تدري تدري بشيء كم العلم وكاد تدري بشيء كم العلم وكاد كم العلم وكاد احمدوا ربكم اني ما دخلت اوتسايد ايوه كفو يا ابو محمد كفو يا ابو محمد التصريح الثاني تدري متى؟ بكره بعد حصانه الجوز اذا اني ماني مع اوتسايد يجي تصريح ابو محمد ريال يصرح بتصريحين يقول احمدوا ربكم اني ماني معكم ولا مشوارك والله بابا 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 مستمتع ريان ريان يصرح يقول التصريح الاول احمدوا ربكم اني ماني معكم والتصريح الثاني يقولوا لا تمنوا الغاره التصريح الثاني يا طويل العمر المفروض تسجدون شكر لله ان ريان بلوي ما ولعت الفتيله ولعت الفتيله طيب ما بعد سمعتوا تصريحي انا صح التصريح الثالث والاخير التصريح الثالث والاخير لو ريان ما هو بك من مشوارك بيكون اوتسايد اوب 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 لا 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 ابيك تقول اوب 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 يلا اوب 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 عيال اسمع اسمع قولوا للهلال خلصت التصاريح ايه انا بتكي طول العمر وبريح ايوه ثقتي في الله كبيره في جمهوري نعم بالله والله انتوا تشوفون شيء ما يسركم يا ساتر دخل المنافسة انتهت يقول انتهت يا عز الاسلمي يا حاتم الحربي انا لا اراكم لا يراكم الا بالدربيل الا بالدربيل من يقول التصريح ذا من قبر ما يجبر بالدربيل حاتم يرد على ذيحان السبيعي يقول من كبره ما اشوف الا بالدربيل حيوان الراس ابو عبد الله يا بنت انا بتفرج بس والله قاعد اتفرج انا اتفرج خلاص يا حبيبي خلي حسن يسمع بكره على سمو من قضيت ازهار خلي حسن يسمع يتوقع اطرد سارة بالتي في مرتع النوم ويا لا 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 تكاثر علي الله يجازيك في الحال وانا يوم سوق العمر له ما تكاثرت يا صاحبي اللي على صاحبي مو على كيف صاحبي اللي على كيف شوف انت شوف الا ابناي خطوط حمراء طيب ليش انا مو انت اه اب 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 خبص الحرب عنده تصريح ولعي فتيله اشغلتونا اقبست السلام عليكم وش تصريحك بسرعه سرح تكفى اللي مسوين نفسهم جماهيريين بكره
يعني شوف كيف القوة، هو ياخذ الحصانة المادية وابن عمه حصان. لا 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 من هذا المنبر اني كلمت قرب الدعم وكل من يدعم عباس اني ما يدفع شيء. ليه؟ ابي اطلع مجهودي للمرة ذي. الإدارة مكلمتني. ايوه وضعك ما هو مضبوط. ولع تفتيل وضعك ما هو مضبوط، خذ لك حجار. انا حبيب فهد سد على خالي ما حد علومه. ايه علومه من صاحبي اللي علشانك تعاير معك تعاير مع كلامي وما زين وش اقوله من خجوز ابكاد. ما هو بين اللي تتركه بين الخناجر والسيوف وتمص دمه بين خلق الله. انا صاحبي انا بدوي ما انا خلاص. والله خلاص اهل القريه خل... والله ملينا والله ملينا. طيب اسمع باقي ابو بكري يصلي. طيب اسمع تعبنا يا اخي. نبي حياه اهل القريه. نبي حياه في القريه. قالت العيال كلهم نبي حياه في القريه. بروح لابو عيسى اخذ تصريحه واجي. يا اقسم التصريح سجلت وسجلت. والله يتعبنا يا لوسي. تطلع ابراهيم بس خلاص مره ثانيه طعم يا اخوي تعبنا والله العظيم. يا اخوي انت تعبت. انت تعبت بح صوت والله تعبت عادل. كلنا يا اخي تعبنا يا اخي. يا ليل خالد الروقي ذا. ايه يا اخي يا ولد اخذي كرت ذهبي وما يستحقه ويكمل مشواره وما يستحقه. يا ابوي ايش الظلم ذا؟ يا ابوي مصوتين للجمهور. لا تحسد لا تحسد. القصيده وش اللي قلتها القصيده؟ لا تحسد. لا دقيقه وهمي. اوكي اوكي. يا حقي افخر واشوش وماري دام الفخر عندي من ابسط حقوقي. لا شفت اسمي دار في كل طالع تذكر اسمي انا خالد الروقي. يا الكلام تذكر اسمي تذكر اسمي تذكر اسمي تذكر اسمي تذكر اسمي. حاسدني على كل شيء حاسدني على كل شيء حاسدني. يا خلني اعيش الحياه. واحد دخل بلسان بدون يد. عباس بلسان عباس جاني بلسان ما خلى جاني بلسان. لا شافني على الصحن احلى بس ما هو ما يمد ايده. هو بلسان عيفان وينه. خلنا نسترخي تعال استرخ. والله استرخي وناقش يا عيال في جلسه استرخاء. ايوه بيض الله عباس انا فرحت بينه. هذه بس يعني اني قدام عيال لكن بين انا وريك. خلني ارجع بكره وانا اوريك. خلني نخلص بصريح الاسبوع ذا اذا ما خلصت. طيب اطلع ابراهيم تاكل ابيك. انا ابيك انا اطلع ابراهيم. مجنون انت مجنون. نشوف 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 بين انا فيك انا فيك فيك انت انتهيت يا عباس. والله انا اشوف ان عيفان ما يستاهل اوت سايد. كل ابونا والله هو كذا صح. دي خطا في طلع سبحتي عشان وش اذا بالنقاط. انا ما خلصت. عندنا سالفه. احنا ما عندنا سالفه. اخذ 4000 ولا جاك خصم يا عيفان. ما جاك خصم. اخطب اسم الجنرال ونزلوها بالاسم انها مخطي يبي غيري ولا جابه ولا خصموا علي. اخذت 2000 الدولاب وخذت 800 من القرقاح وضيفه حسين العتيبي. هذه 2800. خذيت 200 قبل شيء 3000. خذيت من ابو عبد العزيز 500. وخذيت من ابو سلمان 500. وخذيت من الهاشتاج قبل 200. وصلت حوالي 4200. وش ذا الخصم الخفي؟ اذا في خصم خفي يتعدى 4200 هذا خصم خصم الجنرال ما خصم خفي. والليله اللي انا سويتها والدنيا ذا المكسب وغير فياض اللي انا حضره. هذا مو بكلام. المقصد كله ارضاء للجمهور اللي انا والله لاني بقايل اني فلان يستاهل ولا فلان مو بيستاهل. ارضاء للجمهور. 3 أسابيع تنزلوني ويب سايت ولا اقول حاجه. اخر اسبوع خطا ولا قلت حاجه وسكت ما في مشكله. اسبوع ذا ماني بويب سايت. المفروض انك ترضي قبل ترضيني ترضي الجمهور اللي طالب اني اكمل مشوارك وقاعد اسوي ذي الدنيا كلها عشانهم محاضر واخذ نقاط عشانهم. مو بكلام ويب سايت ما في خطا ولا تعمد. تعمد ما يصلح نهائيا. الجمهور بعد له حق. اللي يتعب اكثر منك يمكن يتعب. والله الجمهور يتعب وانا اتعب بعد. مو بكلام وحضر واقول ترجع يا ابو وعمرو منير اليوم النقاط اللي اعطاني اياها 300 ريجي صلت حول 5000. هذا خصم جنرال ما هو خصم خفي. 5000 بدون الليله. 5000 بدون الليله. الليله الحاله يمكن هذه اللي انا اذكره. خذيت اذكره غيره ما اذكره. يمكن الجمهور اذكره. اوت سايت المطبخ. والله العظيم والمطبخ والله العظيم اني جالس واني متوقع اني اكمل مشوارك وانا توقعت 1% اني يا رجال شرب العواض يا ابو سويد. المقصد انا مو بخايف من المسرح. المقصد ارضاء وحقاق للحق وارضاء للجمهور. المفروض اني ما انزل واتساب. المفروض اني اكمل مشوارك. انا غبي ها واسمع لوسي. يمكن الشيخ عليك خصم وحيد هو غياب فقره علي. بسم الله عليك فقرت عليه 5000. ما بعلى 5000. لا ما الهروب مو ب 5000. الهروب خصم على جنرال. عقب ترى
إذا ثقلت عليها هذه 1000 2000 3 في 2000 وين راحت؟ ما تضرب لا لا راح يا رجال وغير السوالف الريال ثريلتكم عليه ليلة عيفان لحالها الليلة المفروض تاخذ ما شاء الله 70000 ذاك يوم كامل ليلة عيفان أقل شيء 4-5000 لا ويقول له ما تجتهد إذا نجتهد وأسوي كذا وأنزل أوتسايد عاد نجتهد خلاص إذا كل ذي تسويه وتنزل أوتسايد خرابي صح يا رجال بس خاطرك الدعوة بسيطة وبكرة بإذن الله بدونك سونو فين بس أنت ولا الراجي والله ستحت ألبس اليوم بإذن الله بإذن الله أجمل يوم في الحياة الأمور بسيطة بشوي هو والله من حقك أنك من حقك أصلا من وسط حقوقك بس عاد ما ندري الامور كيف صايره لا ما تصلح ما تصلح لا مو من زين من زين الريالتي تتغير الشخصيات يا عباس جت الكاميرا تحت البت تحت البت تتغير الشخصيات الشخصيات تتغير انا عندي بعد راح خلها على الله تاكل يعني في قصده انا اعرف قصده يقول في ناس تجامل الناس تحت البث صح شوف اللي في البث يعني ما طلع على البث تحت البث تتغير شخصيته لو جت كاميرا تحت البث تكون نفس شخصيتي ليش؟ تلبث. قصدي اني نظري يا محمد تحت البث نفوسنا طيبه فوق البث يا ولد يمكن لا لا مو خل رجعت الحين بكره يجيبون بدون تحيز يقول ريان دخله في الجدار يا ربي لا لا عادي عادي اصلا اخر جدار بالدخل يا والله يا الله يا رب يا رب انا استر 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 يا رب يا رب انا عبدك الضعيف والله اني ضعيف يا رب انت تشوفون وش يسوون يا رب انا والله مالي لا ناقه ولا جمل والله مالي دخل اقسم هم يسولفون اتحكم بلسنتهم انا جالس مستمع يا الله يا رب اجعل من بينهم سدا وخلفهم سدا فهم لا يبصرون اللهم طيب وش رايك بالمحور اللي وراء في محور قوي على من دفاع وشو محورهم ولا منت معهم يلعيب شاف ولا كان بيعطي راهي المهم خالد لو حد هرج في خدي بقست خلاص اذا هرجت طالبني انت يطالبك ليه طالب محكمة ببقس انا خدي مشكلة كبر خد اكبر خدك بس خشمك مفشق خشمي مفشق بس انا اللي يعني سلت سيف يا شيخ انت والله انا سلت سيف محلات قال لك سلت سيف ان والله بس ترى وجهك سيء خايف انت المفروض لو جيت تسوي رجيم يسألك حق النادي تسوي رجيم بطنك ولا خشمك صدق يعني خشمك كبير وبطنك كبير لا هو بالفلتر زين اما يعني فلات عاد شو يسوي عاد يعني نقول زي انا اشوف الناس ليش يصورون معك برا ما يعرفونك انت تحط فلات اللي يصغر خشمك كبير إيه يعني شوف انا عادي اني اخسر الشهره في الواقعيه بس ما اخسرها كتلورية ايش اسمها؟ الكترونيه احسبك تقول الكترونيه ايه اللي هي لوسي انزلي شوف محسس هذا لهم شافهم فوق اجدا لوسي انزلي انا اراهن على عفان انا من اليوم هبدا كهو يا رجل انا معك يا ابو سويد وانا ما ادري عن الموضوع والله كبدك لا جاء على المسرح وانت زين كذا وقالوا واعلنوا حصلت يوم الجمهور العفان انزلي منافسه شرف حاتم تفضل انزل عمرك خذت لك انك ما الله يطول عمرك ويسلمك هذه التصاريح اللي على كلام احساسي بكره بيجيب صقر ولا اعطيك احساسي بكره بيجيب ساقر لانه جاب طيب وبشت وساقر اسلح ممنوع فيمكن يجيب ساقر لا انا عندي عاد والله ان عين انها تشوف الساقر يعني مجرده ما بالدربيل هو شوف ناخذ حصانه الجمهور بكره ايه ناخذ حصانه الجمهور بكره كفو يا ابو سعيد انزل اوت يمكن هم ما انا بعدري هم نزلوا عبد العزيز وحاتم ونزلوا فرحان ونزلوا الثاني والثالث يبوني اقضي عليهم واحسم الامور لين في اصوات ترتفع وتنزل وهي منافسة شرف طبعا عقبه عفان يرجع لك من مشوارك ونجي للشوط النهائي وعاد لك الحادث طيب انا بقول شيء نزلوك اسبوع اللي راح ولا خلاص عاد انت ترى طماع يا ابو سوي راح ولا خلاص ابو سوي طيب ابو سوي اول مره ينزلوني ابو سوي انت رجل طماع قل لي ليه انت اول مره تساعد حاتم ابو سوي انت رجل طماع ليه اخذ حصانه قلوبنا لبى والله قلبك وتبي حصانه الجمهور وتبي الشوط الاخير شوط المغاتير ايش فيه والله وبالله اني لا عينت المحسن احسن قلت له احسنت واني لا عينت احد خذ حقه اني اقول له تستاهل ما حد ياخذ الا حقه
من ناحية أنا عفان إيثار والله إيثار أتعلم حتى في الإيثار كبعلم أسلم لكن انخذها حاتم أنا جيتك تحت البث إيش قلت لك قلت أنا تعجبني شخصيتك صح ولا لا أقولها تحت قلت لينك واثق أنت ما تقول أنا وأنا 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 لينك واثق أنت تدري بشخصيتك وتدري إنك أنت معك جماهيرية وكل أنا أدري لا تهرج الماذا تقول حاتم جماهير قالك حاتم أنا من جمهوره فهمت لكن أنا بعد من حقي اني انافس حاتم وانافس الثاني والثالث اذا خذها حاتم يستاهل اذا خذيت انا استاهل اذا خذها الثاني والثالث يستاهلون بس انا اقول لهم خلوا اخذوا البشت من عادل هيف ولبسوني اياه وخلوني ادق الكسرات وانبسطوا من العقالي طب دقيقه ثواني بس شو سوي عادل هيف شو عزتي لاني وياك اندابت ونسوي ونروح هو القبر من الله يزيده لكن يا اخو كثره ما هي على دبته لا ولا على خفه الدم لا هو بس الله من وجهك زوين ولا شعرك زين قالت اما تمثيل اما ريالتي اما طال عمرك انك تصدر مشهد والله غالب الطالب ما فين التحدى على حصانة الجمهور بس يا ما بقلب يا زايد صرح ما بقلب ايه قالك انك تواسي انت صرحت واللي راح سؤال وجاوبنا يشطفوننا بالكلام انت يا عيفان وانت يا حاتم وانت يا زايد الله يعينك وانت يا عادل وانت وانت وحنا صرح ولا لا النوم يا الله المستعان انت غلب حسن تلقى حتى تاقي يا رجال اطلع لك ايش فلك دايم بالك انا جلس قلت يا حاتم حصنت الجمهور بعيد عليك ان خذيت انا لعينت اللي محسن احسن قلت له احسنت والله انك تستاهل واني واثق انك جماهيري حتى زايد خطوة لكن الاسبوع ذا اسمع اسمع بعلمك الا اصرح وعلى الصدام كله كفو كفو لا بدون صدام خلينا منافسة لا لا هذه دائما مهنيه يا استاذ زايد اصرح خلينا باحترام زح عادل شوي زح زح دقيقه زح زح ارفع ارفع اصبعك ارفع اصبعك ارفع اصبعك واحد ارفع واحد ارفع واحد يا حاتم خلاص شوف الصوره تحكم من اللي فينا بياخذ الواحد ذا بقصونا كذا ونزلونا صدق صدقني صدقني نجي مغبش عليهم الاثنين ونجي صورتين كذا ان خذيتها انت عيفان من سويد وخذاها ابو حاتم وخذاها زايد بن يا رجل يا رجل خذيناها ولا ما خذيناها اهم شيء انه دحين احنا في التاق صورنا جدك تلعب على نية عيفان توك بدري عباس عباس يا مسلم العب على وتر حساس العب على وتر حساس كيف تبي تعيش والله بكره واحد منهم بياخذ حصان ترجع مكان اسكت ما ادري وش ما ادري يمكن اخذ الحصان تحبهم اللي بيرجع لو جيت اخذت الحصان عليك اخذ الحصان ما ادري توقف خذها لا اتوقع منك اتوقع منك مشوارك تخيل زين اخذها واحد اوت سايت من اللي بيرجع بداله تخيل اني اخذها واحد انفك من ريان بلوي ريان بلوي ها ريان بلوي يمكن انا بياخذ الحصان يا اخوان اعلم اني بياخذ الحصان مادية ايه اعلن انا اسكت انا بعلن اخدمك اللي بياخذها عباس بن فرج لا والله صدقوني لا والله شوفوا اسمعوني خذ الروق بعلمكم بعلمكم انا توني دخلت اللي ياخذ انا شوفوا شوفوا بس هذا هو ابى اقول لكم حاجه يمكن يطلع اسم غريب ما ادري لكن اسمع مو غريب لا غريب بالغلط غلط لا بس اقصد ولا هو معروف ونعم فيه ونعم بالرجل هم اسمعني انا متحكر عاد مطيري عباس عباس شوف هذول دائما ذكر التلفظ دائما